السلام بدنا نرفع عفع فلسطين، نبردها، بنيالها وسمها. طبعا هاي شغله كثير. نفتح الكرسي، يلا. طبعا اول شغله نفرجيكم النياب. بس اعطيني هاي الانياب شوي. اوه استنى شوي حبيبي. بعدين هاي الها ثلاث انياب، شايفين؟ بس الها ثلاث انياب، النابين على اليمين هاي مبينات، شايفهم؟ يعني الها ثلاث انياب يا حبيبي، يعني راح تضخ السم مضاعف. اثنين على الشمال وواحد على اليمين. طبعا هو بتعود واحد منهم تبدله، لكن لما تقرص حاليا بتقرص بالثلاث انياب. بتبريد الافعى ساقوم بحمل الافعى. شكل هاد بلشت تفتح ضمها. احكوا لي اذا بلشت. طبعا هاي اخطر التجارب. اعطيني بسرعه الليزر الاصفر. وينه؟ انا كوه الليزر الثاني اللي بالسياره. بسرعه الثاني اللي بالسياره. يلا معلق. ايش هذا اللي معي؟ فحصلي من عندك قديش الحالات اللي لازم. فحصلي الراس كم؟ 11 10 12 10 ولا فوق؟ 13 10. هيك من برا راسا 15، يعني ايش خطر صارت من برا. افحص علي انا قديش حرارة جسمي. 25 25. راس الحية من برا كم؟ 16 16. هاي بلشت بدها بلشت تصحى الحية. 16 صارت. شكرا معك غلط. بلشت تصحى. اللي معك؟ اللي معي كم؟ 8. حط على الراس. صليت؟ ما هو اشي اضك من اشي. كم عندك ابراهيم؟ 5 4. انت حط على الاس. انت حرارة جسمك زي ما هي 28. هي استنى شوف، ابعد اشوف اللي انا وين حطه. انا ابعد اشوف. هان ما اعطاني واحد. قديش عندك كريم؟ على السريع. راس ها؟ كم؟ الراس عندك. حط على الاس. على الاس. حرك الجسم من المستام. 9 9. اه عندك 10. طيب لحظه شوي. 9 و10 على الاس. هان بلشت انت 29. كيف بدها تصحى الحكي؟ قديش 29. انا قديش حراره جسمي؟ 29 29. الركبه 26 26. طيب خليك يا ابراهيم كمل، توقفش الفيديو. تعال
خليها. طيب اعطيني شيء. نقربها على الصوب بعد دفع اكثر. جسمك هان حرارة الجسم هان صحيت. فتحت الدنيا شايفني هيك فتحت. لها تكرس بأي طريقة لأنها صحيت من الغفوة. شايف؟ طبعا هذول الأفاعي عنا بحب أعطي معلومة للناس. هاي الأفاعي عنا بتتلج إحنا. عنا أشهر بتتلج، التلج بصير نص متر، بتنزل حرارة تحت الصفر. والحياة هاي موجودة عنا وبعديها بتطلع طبيعي، يعني هاي بتتعود على البرد مش زي الأصلات، يعني ما بيأثر عليها التبريد. يلا يلا سايب نزلت نزلت، خلي على راحتها. بلشت طبعا. هسا بدي افرجيكم انيابها. خليها وعطيني اسمك. فتحت تمها بلشت. طبعا هاي الانياب صارت قوية. لحظة شوي. صارت قوية كده. هاي الأنية. بعدها شوي عن السوق. شايفين؟ وهاي النبين اللي على الشمال. يعني هاي كرستها راح تكون ثلاث نياب بسم. هاي بلشت شايفين؟ طبعا هاي تجارب يا اخوان، يعني شغلات احنا بنعملها. انا قبلت افعى فلسطين زمان بردتها هيك. احنا اللي بنحب الحياة بنحب نعمل هاي الشغلات خاصة فينا احنا. طبعا ما بنصح اي حدا يعملها. شايفين؟ يلا يلا هاي بلشت. خلص صحيت الحقيقة. طلع السم اللي حطته اللي كرسته على ال... شوف كيف السم نزل. الأصفر شفت؟ خزن السم. هاي كمان شايفين السم. خلص يلا تعالي.